بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 122. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم معنا جواب الإمام أحمد رحمه الله عن شهود أعياد شهود السوق زمن أعياد الكفار، ولا زال الشيخ المؤلف رحمه الله في بيان ما يحتمله جواب الإمام أحمد. قال هنا رحمه الله: فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوز، لأن ذلك ليس فيه شهود منكر ولا إعانة على معصية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في جواب الإمام أحمد رحمه الله لمن سأله عن دخول السوق للبيع والشراء في أيام أعياد النصارى، بيع ما يفعلونه من الذبائح والملابس وغير ذلك، والشراء منهم، ظاهر جواب الإمام أحمد ترخيص في ذلك بيعا وشراء بناء على الأصل في البيع والشراء. وإن كان يحتمل، قال الشيخ وهو أقوى، أنه أجاز الشراء فقط دون البيع، والفرق بينهما ظاهر، لأن البيع فيه تمكين لهم وإعانة لهم، توفير الحاجات، في توفير المواد، نعم، التي يستخدمونها لإقامة العيد، نعم. وأما الشراء منهم ففيه إضعاف لهم وسحب لإمكانياتهم، فيجوز الشراء، الشراء لا بأس به، لكن أما البيع عليهم فهذا محل احتمال في جواب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال: لأن ذلك، أي الشراء فقط، ليس فيه شهود منكر ولا إعانة على معصية. نعم، الانتفاع المحذور فيه ليس فيه شهود منكر وهو الدخول على كنائسهم وبيعهم، ولا إعانة على معصية، ولا إعانة على معصية، بل فيه إضعاف للمعصية في سحب الإمكانيات التي معهم وشرائها منهم. نعم، لأن نفس الابتياع منهم جائز، نعم، ولا إعانة فيه على المعصية، بل فيه ابتياع يعني الشراء، نعم، بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم. نعم، فيه سحب، يعني صرف يعني سحب لإمكانياتهم. نعم، فيكون فيه تقليل الشر. نعم، وقد كانت أسواق في الجاهلية كان المسلمون يشهدونها وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم. أعياد للمشركين يعني في أول الإسلام، كما معروف سوق عكاظ، سوق مجنة، وذي المجاز، كانوا يحضرونها بالمواشي وغيرها، ويبيعون ويشترون وينشدون القصائد غير ذلك من مواسمهم، كان المسلمون يحضرونها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه لا بأس بالبيع والشراء حتى في أيام الجاهلية. نعم، ومن هذه الأسواق ما كان يكون في مواسم الحج. نعم، ومنها ما كان يكون لأعياد باطلة. نعم، وأيضا فإن أكثر ما في السوق أن يباع فيها ما يستعان به على المعصية. نعم، فهو كما لو حضر رجل سوقا يباع فيها السلاح لمن يقتل به معصوما، أو العصير لمن يخمره، فحضرها الرجل ليشتري منها، بل هذا أجود، كما ذكرنا أن هذا فيه تقليل لشرهم، في أنه يسحب
هي أنه يسحب المواد التي يستعينون بها على باطلهم. فمثلا يكون في الأسواق أناس يشترون السلاح لضرب المسلمين، فيحضر مسلم ويشتري الأسلحة لأجل أن لا يتمكن هؤلاء من التسلح، لا يتمكنون من التسلح. فيها أسواق يباع فيها العنب، فيشتريها ناس يصنعونها خمرا، فيشتريها المسلم من أجل منع تخميرها، فهذا فيه مصالح دينية وهي تقليل الشر. نعم. قال بل هذا أجود، لأن البائعة في هذه السوق ذمي وقد أقروا على هذه المبايعة. هم أقروا على شرب الخمر وعلى نعم أعيادهم وعلى أعيادهم، يعني المسلمون أقروهم بموجب العهد والذمة، فهم يصنعون هذه الأشياء ويخلى بينهم وبينها، لكن المسلم لا يعينهم عليها، فلا يبيع عليهم من السلع ما يستخدمونه في هذه الأعياد، أو يبيع عليهم العنب ليتخذوه خمرا لأنهم يشربون الخمر، هم مستحلون له. نعم. ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام وهي دار حرب. والشراء منهم في أيام أعيادهم مثل ما كان المسلمون يسافرون لدار الحرب، وهي دار الكفار التي ليس بيننا وبينهم عهد، التي أعلنا عليهم الحرب فيها. هذا لا يمنع الاتجار من بلاد الكفار، لأن هذا لمصالح المسلمين، فيجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الحرب ليشتري منها البضائع والسلع، وليس في ذلك حرج. وكان الصحابة يسافرون لهذا الغرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الشراء منهم أنه وإن كان في أيام أعيادهم أن هذا لا بأس به، بناء على الأصل من حل البيع والشراء، ولأن هذا فيه سحبا لقدراتهم وإضعافا لإمكانياتهم. نعم. وحديث عمر رضي الله عنه وأحاديث أخر بسطت القول فيها في غير هذا الموضع. نعم. مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية. نعم. مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية. أعيد العبارة. ذكر دليلا قال كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه وحديث عمر رضي الله عنه إلى بلاد الحرب، إلى بلاد الحرب وحديث عمر رضي الله عنه وأحاديث أخر بسطت القول فيها في غير هذا الموضع. نعم. مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية، يعني أن ذلك لا يكون محرما. نعم. فكان أبو بكر يسافر إلى بديار الحرب ليشتري السلع ويبيع ويشتري، لأنه رضي الله عنه كان تاجرا، مع أن أسواق الكفار قد يكون فيها ما يستعينون به على الإضرار بالمسلمين، ولم يمنع هذا أن يسافر المسلم لشراء البضائع منهم، لأن الله أحل البيع. نعم. هذه الجزئية يا شيخ يختلف فيها كثير من الناس، يعني ما يظنون يريدون ما أسود ولا أبيض، لا يبيع ولا يشتري منهم ولا أو عد منهم وقيل إنه منهم. هذا غلو في الولا والبراء. الولا والبراء مطلوبان. نعم. لكن بعض الناس يغلون فيظنون أن البراءة منهم تشمل تحريم المعاملة مطلقا ولا يباع منهم ولا يشترى منهم ولا يوفى لهم بالعهد وتستباح دماء المعاهدين والمستأمنين، هذا غلو في البراء والعياذ بالله. فالبراء معناه أن تبغضهم في قلبك وألا تناصرهم على باطلهم، وأما البيع والشراء والإحسان أيضا إلى من لم يسئ إلى المسلمين يحسن إليهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فبعض الناس خصوصا الغلاة يغلون في البراءة من الكفار
حتى يحرموا المباح، والتعامل معهم فيما أباح الله، والإحسان إليهم إذا أحسنوا إلى المسلمين. فهذا من الجهل في حدود الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم. نعم، هذا هو الرأي الثاني في جواب الإمام أحمد، أنه إنما أجاز الشراء منهم ولم يجز البيع عليهم، لما في البيع عليهم من تقويتهم وتمكينهم من فعل باطلهم. نعم، فهذا فيه الفرق بين البيع عليهم والشراء منهم. نعم، قال: فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم. أي أيوة، ومن هذا الوجه يحرم البيع عليهم. نعم، وهو مبني على أصل، وهو أن بيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوز. هذا في كتب الفقه يقولون البيوع المنهي عنها، ولا يباع السلاح في الفتنة، ولا يباع العصير على من يتخذه خمرا، لأن هذا سد لوسائل الحرام. الوسائل التي تفضي إلى محرم تكون محرمة وإن كان أصلها مباحا، فما يفضي إلى الحرام فهو حرام. فبيع العنب على من يتخذه خمرا، وبيع السلاح على من يقطع به الطريق أو يسفك به دماء المسلمين، هذا حرام. نعم، وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما. نعم، هذا تنظير. فكذلك لا يجوز أن يباع عليهم سلع يستعملونها في أعيادهم. نعم، وقد دل حديث عمر رضي الله عنه في إهداء الحلة السيراء إلى أخ له بمكة مشرك على جواز بيعهم الحرير، لأن الحرير مباح في الجملة. نعم، عمر رضي الله عنه أهدى إلى أخ له كافر في مكة حلة سيراء، والحلة نوع من اللباس، وسيراء يعني فيها حرير مثل السيور، فيها حرير مثل السيور منسوج معها. والحرير حرام على الرجال، الحرير الخالص حرام على الرجال، ومع هذا أهدى عمر، لأن الكفار يلبسون الحرير، فأهدى إليه عمر وهو لم يلبسها لأنه مسلم، والمسلم ممنوع من لبس الحرير أو ما فيه حرير ظاهر. فإذا لم تجز للمسلم جاز له أن يهديها للكافر الذي يلبسها. كذلك البيع عليهم من هذا النوع، فيباع عليهم إذن الحرير الذي يلبسه الرجال، كما يهدى إليهم الحرير الذي يلبسه الرجال، على أن مسألة الحرير تختلف عن غيرها ففيها تفاصيل. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: دل على جواز بيعهم الحرير، لكن الحرير مباح في الجملة. مباح في الجملة يعني في كثير من الصور، ما عدا فهو مباح للنساء، مباح لبسه للنساء، مباح لبسه للمرضى الذين يجدون في لبسه شفاء أو علاجا، مباح لبسه وقت الحرب للوقاية من السلاح. فالحرير يباح في أحوال، وليس مثل الخمر مثل غيره من المحرمات مطلقا. نعم، قال: وإنما يحرم الكثير منه على بعض الآدميين. نعم، ولهذا جاز التداوي به في أصح الروايتين، يعني لبسه للمريض والذي به حكة أو جرب. نعم، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولم يجوز بالخمر بحال. الخمر لا يجوز التداوي بها بحال لأنها داء. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصنعها للدواء، يعني هل يجوز له أن يصنعها للدواء لا للشرب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنها داء وليست بدواء. فالخمر لا يجوز التداوي به مطلقا، ولا يجوز تصنيعه للدواء مطلقا، لأنه داء، رجس من عمل الشيطان. نعم، بخلاف الحرير فإنه يباح في الجملة وإن حرم في بعض الصور. نعم، وجازت صنعته أي الحرير في الأصل والتجارة فيه. الخمر لا تجوز صناعته ولا التجارة فيه. نعم، فهذا الأصل فيه اشتباه. نعم،
فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد جوز ذلك، يعني أنه يجوز البيع والشراء لهم في أيام أعيادهم، نعم، وعن أو يجوز الشراء فقط، نعم. وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان. نعم، إذا كان حمل التجارة إلى أرض الحرب فيه تقوية للكفار على المسلمين هذا يمنع، أما إذا لم يكن فيه تقوية فلا مانع من ذلك، نعم. وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان. نعم، أنه يجوز أو لا يجوز. نعم، يجوز بناء على الأصل وهو أن الله أحل البيع، وبعض الصحابة كان يسافر للاتجار إلى بلاد الحرب كما سبق، هذا رأي. والرأي الثاني أنه لا يجوز، نعم. جزاك الله خير. ودنا نقف شوي عند هذه الشيخ، نسألك أولا إذا جاء روايتان عن مثل أحمد رحمه الله أو عن عالمين مختلفين، فأولا بأيهما نأخذ؟ نأخذ ما يقوم عليه الدليل من أقوال العلماء أحمد وغيره. إذا اختلفت الرواية عن أحمد أو جاء عالمين رأيان عن عالمين مختلفين فإننا نأخذ من أقوالهم ما يقوم عليه الدليل. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وليس الأمر كما يقوله بعض الجهال أو بعض أهل الأهواء أننا نأخذ ما يوافق مصالح الناس وما يوافق رغبات الناس وما يوافق هوى النفس، هذا لا يجوز. إذا كان مخالفا للدليل فلا يجوز أن نأخذ به، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيها روايتان منصوصتان عن أحمد، فقد يقال بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب، يعني يحرم، نعم. فإن حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب فيه إعانة على دينهم في الجملة، نعم. وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهنا أولى، نعم. وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك، نعم. هذا ترجيح، لأنه لا يجوز البيع عليهم في أعيادهم، أما الشراء منهم فلا بأس، نعم. لكن هل هو منع تحريم أو تنزيه؟ مبني على ما سيأتي. أن المنع قد يكون للتحريم وهو ما يأثم فاعله ويعاق، وهو ما يأثم فاعله ويثاب تاركه، هذا التحريم. أما التنزيه فهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، نعم. قال: وقد ذكر عبد الملك ابن حبيب أن هذا مما اجتمع على كراهته، مما اجتمع على كراهته، وصرح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام، يعني البيع عليهم في أعيادهم، نعم، أنه مكروه عند مالك، نعم، عند مالك. وقال عبد الملك ابن حبيب في الواضحة: كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم، نعم، ونهى عنه من غير تحريم. نعم، الله جل وعلا أباح لنا طعام أهل الكتاب وهو ذبائحهم، فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بطعامهم ذبائحهم. أما الطعام غير الذبائح فهذا مباح بين أهل الكتاب وغيرهم، كالبر والرز وغير ذلك والخضروات الذي ليس فيه زكاة، هذا مباح من كل أحد. إنما الذبائح، ذبائح المشركين لا تحل، ذبائح الكفار لا تحل، وأما ذبائح أهل الكتاب فهي حلال إذا ذبحوها على الطريقة الشرعية، هذا بالإجماع. بقي إذا ذبحوها لمناسباتهم ولأعيادهم فهل نأكل منها؟ إن أخذنا بعموم قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وإن أخذنا بمبدأ عدم الإعانة على الباطل فإنه يحرم، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.